مرحبا بكم في قناة منارة الثقافة. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن أسوأ سلطانات الدولة العثمانية. تعتبر السلطانة الأم نوربانو والسلطانة الأم صفية من أسوأ سلطانات الدولة العثمانية، وقد أجمع المؤرخون على أن هذه الأخيرة هي أسوأهن جميعا، حيث تركت أثرا سلبيا كبيرا على الدولة العثمانية، وكان القفص الذهبي أحد أفكارها الشيطانية. ونتيجة لهذا القفص الذي كان من تخطيط السلطانة صفية، نشأ سلاطين ضعاف في الدولة العثمانية، فمن خلاله لم يتلقى أمراء العثمان تعليما كافيا يؤهلهم إلى إدارة الدولة، وكانوا يحجزون في أجنحة خاصة ولا يقابلون سوى الخدم أو بعض أفراد العائلة. وهكذا صعد إلى عرش الدولة العثمانية سلاطين ضعاف وأحيانا مجانين. وقد سبق أن نشرنا فيديو عن السلطان إبراهيم الأول وتحدثنا فيها عن مدى تأثير هذه الأقفاص على الصحة النفسية والعقلية للسلطان. كما تسببت السلطانة صفية في مجزرة الأمراء، وهي أكثر المواضيع وحشية في تاريخ الدولة العثمانية، حيث قامت بإعدام 19 أميرا من أبناء زوجها، وتتهم أيضا باغتيال سوكولو محمد باشا الذي يعتبر من أقوى صدور العظام في الدولة العثمانية. كانت ميالة لسفك الدماء وتلقب أحيانا بالدموية. وبعد السلطانة صفية تعتبر السلطانة عفيفة نوربانو من أكثر السلطانات اللواتي تركن بصمة سلبية على الدولة العثمانية، حيث كانت السلطانة نوربانو تلهي ابنها السلطان مراد الثالث عن أمور الدولة بالجواري، فكان السلطان يقضي معظم وقته مع المحظيات وأنجب الكثير من الأبناء، وقد تجاوز عددهم 100، ولم يبقى منهم من الذكور عند وفاته سوى 20 ذكرا، أحدهم أصبح سلطان و19 الباقين أعدمتهم السلطانة صفية. كانت نوربانو سببا بارزا في ضعف الدولة العثمانية داخليا، حيث أنها قامت بإبعاد ابنها عن السياسة كليا، وبدأت تدس أنفها في شؤون الدولة العليا وتحكمها من خلف الستار، مما جعلها عنصرا للفساد والانهيار الداخلي للدولة. وقد كانت ذات تأثير كبير على ابنها مراد، حيث أنها حرضته على قتل إخوته الأمراء 5 الغير أشقاء. وقد دعمت نوربانو شخصيات ساهمت في نشر الفساد والتخريب في الدولة من أمثال غراسيا مينديز. هكذا نكون قد قدمنا لكم أسوأ سلطانات الدولة العثمانية. ومن المفارقات أن تكون هاتين السلطانتين من أصل إيطالي ومن نفس مدينة البندقية ومن نفس عائلة بافو. نتمنى أن نكون قد أفدناكم بهذا الفيديو. إذا أعجبك لا تنسى أن تضع لايك وتفعل جرس التعليقات حتى يصلك كل جديد، ولا تنسى الاشتراك في القناة إذا لم تكن مشتركا فيها بعد. إلى اللقاء في فيديو قادم.